الخلل الفني أتوقع أنه حنضطر أن أجل المحاضرة هذه ونبدأ مع الدكتور عبد الرؤوف. The second speaker will be Professor Dr. Abdel Raouf Al-Manaama, Islamic University of Gaza. Dr. Abdel Raouf, he is holding a PhD degree. Dr. Abdel Raouf, holding a PhD degree in microbiology. He is a lecturer and researcher at Islamic University in Gaza, head of Communicable Disease Surveillance Center, dean of quality and development. He is ambassador of American Society of Microbiology in Palestine, ex-vice president of research and graduate studies, and ex-dean of Faculty of Health Sciences. The title of his paper is Dysbiosis, Role in Chronic Disease. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يعني أنا تخصص مايكروبيولوجي وجاي أتكلم في مؤتمر الكرونيك ديزيزز. بدي أبدأ برقم، الرقم هذا قبل 100 عام كانت كعكة الوفيات من الأمراض المعدية تساوي 53% للأمراض المعدية، بينما الآن هي فقط 3%. هذا الانخفاض الحاد في الأمراض المعدية للأسف يعني قابلوا ارتفاع حاد في الأمراض غير المعدية أو non-communicable disease. هذه المعلومة مهمة لما سنتحدث به إن شاء الله بعنوان dysbiosis role in chronic disease. هنحاول إنه شغال هيك مش شغال برضه مش شغال لا مش من عندي خلاص نعم لا منفصلين منفصلين طيب ارجع بس اوكي سنتعرف على مجموعة من المصطلحات بشكل سريع. النورمال فلورا هي مجموعة من الميكروبات توجد بشكل طبيعي إما داخل جسم الإنسان أو خارج جسم الإنسان. تم تغيير المصطلح إلى نورمال ميكروبيوتا وهو أدق حقيقة في التسمية. الآن المجموع الكلي للميكروبات سواء كانت داخل الجسم أو خارج الجسم سميت النبيت الميكروبي أو الميكروبيوم. والديسبيوسيس وهو عنوان هذه المحاضرة هو أي اعتلال في البالانس أو الاتزان في هذا اللي هو الميكروبيوم. نيكست. البكتيريا موجودة في مجموعة من الأجزاء في الجسم، موجودة على الجسم على الجلد عفوا سكين فلورا، في الأورال والأبر ريسبيراتوري تراكت، في الجاسترو انتستينال تراكت، وهي محور حديثنا هذا المساء. اليوروجينيتال فلورا سواء كان في الميل أو في الفيميل، كوندكتايفال فلورا. إذا كان عدد الخلايا المكونة لجسم الإنسان هي 100 تريليون خلية، فإن عدد الميكروبات الموجودة داخلنا أو علينا عددها 1000 تريليون خلية، وهذا يعطينا انطباع بأنه نحن كبشر عشر ما نحن عليه حقا، بمعنى أنه الميكروبات اللي بتشكل فقط 3% كحجم هي تشكل حوالي 90% من تكوين جسم الإنسان. هذا الارتباط القوي اللي بيتكلم عن الرقم ليس فقط رقم، لأنه هناك أيضا كمان معلومة يجب أن نذكرها في هذا المقام، وهي أن إذا كنت تساهم أنت كإنسان في جين واحد فالتنوع الجيني في الميكروبات يساهم بحوالي مقابل كل جين 150 جين، إذا أعداد أكبر وتنوع جيني أكبر. والاعتقاد الأكثر شيوعا في المرحلة الحالية هو أنها تلعب دورا أكبر في حياة الإنسان، ليس فقط كالأدوار اللي بنعرفها سابقا. والإنتراكشن ما بين الإنسان والميكروب يقع على 3 مستويات. المستوى الأول هو الميكروبس نفسه،
الجينات طبعا الميكروب اما ككوزيتيف ايجنت لديزيزز او لانه بيعمل كومبيتيشن معنا على الغذاء او من خلال الجينات والبروتينات اللي بينتجها هذا الميكروب او من خلال بعض الميتابولايتس. والميتابولايتس ايضا قد تكون ناتجه عن الدايتاري انتيك اللي احنا بناخده او من خلال اللي هو الجسم تبعنا. هناك وظائف مشهوره للنورمال مايكروبيوتا. It aids in digestion and metabolism. It modulates and signaling between the gut and the brain. والآن يعني صار واللي established science إنه إذا أنت شاعر مزاج متعكر فقد يكون هذا بسبب إنه الميكروبات اللي في أمعائك أيضا مزاجها متعكر. فيجب أن تسعدها حتى يعني تحسن مزاجك. أيضا هناك دور مهم جدا يعرف باسم Protection against invading microbes أو ما يعرف إصطلاحاً بcolonization resistance. والنقطة الأخيرة اللي هي coaching and activation of the immune system. المعروف المصطلح أيضاً كمان الدارج إنه ال immune system يولد معنا ساذجاً ويكبر أيضاً معنا ويتعلم ثم عندما نكبر ونضعف أيضاً هو أيضاً يضعف. فكان لابد من مدرب. والنورمال مايكروبيوتا أو الميكروبيوم تعمل كمدرب لجهاز المناعة. وهناك ارتباط بين الديسبيوسيز والكانسر بسبب الاعتلال في جهاز المناعة. اللوحة اللي في الخلفية هنا بتوضح لنا قديش في دراسات تحدثت عن ارتباط الديسبيوسيز بكرونيك ديزيزز. على سبيل المثال الاندوتوكسيميا اللي ممكن تؤدي الى ضرر في ديستانت اورجان. عندنا الاي بي دي او الانفلاماتوري باور ديزيز، الاريتابل باول سيندروم، الاولسراتيف كولايتس، الميتابوليك سيندروم، كارديوفاسكولار ديزيزز، اوبيسيتي، اديبوسيتي، دايابيتس، انسولين ريزيستنس. كل هذه الامراض في دراسات، اما دراسات بشريه او دراسات متعلقه بالانيمال ستاديز، اظهرت هناك علاقه بين الديسبيوسيز وما بين اللي هو هذه الامراض المزمنه. لذلك انا يمكن كان في الجلسه الافتتاحيه لما بنتحدث عن البريفنشن قد يكون هذا مفتاح للبريفنشن ان نقوم ب يعني تعديل النورمال مايكروبيوتا، يعني بدل ما هو ديسبيوسيز نخليه ايوبيوسيز، يعني نرجع النورمال مايكروبيوتا كما كانت في السابق. Next. مرة تانية الليفلز للأسوشيشن أو الكونتريبيوشن للميكروب للميكروبيوم في الديزيزز، إما إنه يكون دايركت باثوجينيك إفكت من خلال وان أورجانيزم وان ديزيز، سالمونيلا سالمونيلوسيس شيجيلا شيجيلوسيس، أو من خلال إنرجي هارفست. وهذا يعني أيضا يجب أن ننظر إليه بعين الخطورة لأنه بنتكلم عن إكتوبيك ديبوزيشن أوف أديبوز تيشيو. إكتوبيك ديبوزيشن معناها إنه تخزين الدهون في أماكن مش طبيعي انه يتخزن فيها هذا الدهون، وهذا بسبب انه الميكروبات لديها المقدره انها تحصد الطاقه من المركبات بشكل افضل من الانسان نفسه. برودكشن اوف ميتابولايتس، وهذه الجمله قد تكون يعني ايجابيه وقد تكون سلبيه، يعني بعض الميتابولايت ممكن تساعد وبعض الميتابولايت الاخرى ممكن تكون سيئه. الديسبيوسيز بشكل عام يمكن أن يحدث لأسباب environmental أو لأسباب حتى متعلقة بالوراثة. غالباً بيكون في increase pathogen وdecrease protective species. ممكن يصير في عندي altered barriers، ويمكن الintestinal tract اللي هنتحدث عنها اليوم هي الإشكالية الرئيسية في كل الديسبيوسيز أو الرئيسية في كل الأنسيديز. لأننا لما بتكلم عن intestinal tract intact مشدودة ما بتسرسب تعملش ليكج لأي من المركبات اللي في الأمعاء، هذه هي الهيلثي جت. إذا صار في ليكج معنى الحكي إنه أي كونتنت موجودة في الانتستين ممكن تصل إلى ديستانت أورجان وبالتالي تعملنا مشكلة كبيرة. ممكن تعمل اكتيفيشن للإميون سيستم unnecessarily، تمام، وممكن تعمل برضو اكتيفيشن للإنفلاماتوري باثوي أيضا unnecessarily. أحد التجارب اللي بتربط علاقة الأوبيسيتي أو السمنة مع الميكروبيوم، عندما أخذنا الفيكال ماتيريال من مريض عفوا من شخص سمين وحقناها في الفئران، الفئران اكتسبت وزنا، وكان في ملاحظة
أن التنوع في أنواع الميكروبات الموجودة في الانتستينال تراكت كان أقل، بينما في الشخص اللي هو الوزن تبعه طبيعي أخذنا منه برضو فيكال ماتيريال وعطينا الفئران، لقينا أن الفئران بقيت محافظة أيضا على وزن سليم، وبالتالي هناك علاقة شبه مؤكدة ما بين الأوبيسيتي وما بين اللي هو الميكروبيوم أو الاعتلال في الميكروبيوم. من ضمن المركبات اللي يعني أثبتت الدراسات إنها لها أهمية كبيرة مركب اسمه بيوتيريت، والبيوتيريت هذا ناتج عن مجموعة ميتابوليزم بنسميها مايكروبيوتا أكسسبل كربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات اللي ممكن تستغلها الميكروبيوتا. في المحصلة النهائية البيوتيريت أو البروبيونات أو الأسيتات بتعمل ريجوليشن وموديوليشن وبتعمل جين أكتيفيشن، بمعنى إنه بتتحكم في الإكسبريشن للبروتين سينثيسيس، وبالتالي هذه نقطة كتير مهم. عشان نوضح أكثر بنقول إنه البيوتيريت ممكن تعمل أوكسيديشن أو بيتا أوكسيديشن للبيوتيريت، بتكون لي ترانسكريبشنال فاكتور، الترانسكريبشنال فاكتور بيعمل برودكشن لحاجة اسمها تايت جنكشن بروتين. التايت جنكشن بروتين هو الكلمة المحورية في موضوع إنه الانتستينال تراكت تكون مشدودة أو تكون ليكي جت. إذا البيوتيريت بتساهم في إنه يكون الخلايا قريبة من بعضها البعض، يعني in close contact أو junction. طبعا الميتابولايت في عندنا مجموعة كبيرة من الميتابولايت بتأثر فيها حضرة الميكروبيوم زي short chain fatty acid والorganic acids، وطبعا الorganic acid في البعض منها قد يكون إلو antimicrobial activity داخل الانتستينال تراكت، وبالتالي بيعمل بالانس للنورمال ميكروبيوت. الأمينو أسيد ميتابولايتس والسكندري بايل أسيدز. الصورة هذه يمكن يعني هي اللي نحاول نطلع عليها بشكل جيد. لدينا الخلايا، لاحظوا في المنطقة هذه الميكروبيوم متنوع، والتنوع هذا بيعطينا إيحاء إنه الإيوبيوسيس، بمعنى إنه الميكروبات بالفعل يعني هيلثي. كلما اتجهنا إلى هذا الاتجاه بنلاقي إنه التنوع بيقل، وبصير عندي هنا تقريبا نوع واحد من الميكروبات. هذا النوع الواحد من الميكروبات، لاحظوا كلما اتجهنا إلى هذا الاتجاه المسافة بين الخلايا تتسع، وهذا الاتساع مرة تانية لكم أن تتخيلوا المحتوى اللي موجود في الانتستينال تراكت، محتوى محتوى ضخم للغاية، وبالتالي يعني الكونتنت الكيميكال كونتنت ممكن تتسرب إلى ديستنت أورغان، تصل للكبد، تصل للبنكرياس، تصل لديفرنت أرياز. واحد من الارتباطات لقوها مع دكتور حسن الزمار، هذه لك هي الله شوفها هذه عشان تشرح لنا إياها، الإمبيرد أي بي دبليو في اللي هي الأورتيك فالس ويف فيلوسيتي ناتجة عن الريديوست endothelium dependent dilation، بمعنى انه بطل في مرونه، يبقى صار في عندي تصلب شرايين، وهذا اكيد مرتبط بزياده كبيره في المورتاليتي والموربيديتي. الجمله الاخيره، الميكروبيوم هو يعني سمي من قبل بعض العلماء على انه العضو المنسي، زي ما انتم بتتكلموا عن القلب والكبد والليفر، احنا بنتكلم اليوم عن الميكروبيوم. وهناك جمله شهيره منتشرة في هذا العصر إنه microbiology is the future of medicine، ليس القصد تمجيدا في الميكروبيولوجي، وإنما القصد إنه الاهتمام بالميكروبيوم قد يساعدنا بالفعل بالوقاية وإعادة بعض حتى يعني reversing some chronic diseases. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.